90 دقيقة هو الوقت المتاح لمرشحي الرئاسة في الولايات المتحدة لاستمالة تأييد أكثر من 60 مليون شخص يتابعون أول مناظرة بينهما. شعبية المرشح الجمهوري ميت رومني تراجعت حسب استطلاعات الرأي أمام منافسيه الديمقراطي باراك أوباما، مما يستدعي منه القيام بجهود لإحداث تحول في السباق الانتخابي والانتصار على الرئيس أوباما في المناظرة التي تعقد في جامعة دنفر. وكان استطلاع للرأي أجرته شبكة NBC نيوز وصحيفة وول ستريت جورنال أظهر تقدم الرئيس أوباما على منافسه رومني بفارق 3 نقاط مئوية، حيث تقدم أوباما بنسبة 49% مقابل 46% لرومني. يذكر أن هذه المناظرة هي الأولى من 3 ستعقد على مدار 4 أسابيع.